الإنسان العادي مش قادر يقوم بهالحياة بالأيام يا أستاذ، كيف اللي عنده نقص؟ غد فيلم جديد سوف يرى النور في 26 أيلول في جميع صالات السينما اللبنانية من كتابة وبطولة جورج خباز وإخراج أمين درة. الفيلم صور خلال موسم الصيف الماضي في البترون، يتناول قصة موسيقي اسمه ليبا والد لبنان تريزوميك، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يتفق سكان الحي التخلص من هذا الولد وإرساله إلى مؤسسة ترعاه بعيدا عن أهله والحي. مين رح يلعب دور اللي عم يلعب الولد؟ هو فعلا شاب تريزوميك اسمه إيمانويل، بس فظيع، ممثل رائع، موهبة بتجنن، بكرة بتشوفوه بالفيلم إن الله راد. في معنى نجوم أنا بالنسبة لي كتير كبار، وفعلا بتلاقي فيهم كلمة نجوم، مثل أستاذ أنطوان ملتقى يلي جاي بعد إذا بدي غياب طويل عن التمثيل على المسرح والتلفزيون والسينما. ما بتخاف أنه جيل اليوم ما يتقبل الوجوه القديمة؟ بالعكس، جيل اليوم رح يتعرف على وجوه عظيمة أعطت الكثير للفن اللبناني، خاصة الفن المسرحي مثل أنطوان ملتقى، مثل منى طايع. منى طايع شو حيكون دورها؟ حيكون دورها واحدة من أولاد الحي، كمان عندها قصة خاصة فيها كتير، اسمها تقلى بالفيلم. في معنا أستاذ كميل سلامي كمان عم يلعب دور، في معنا كريستين شويري، رودريك سليمان، لارا مطر، جوزيف أصاف، جيزيل بويز، أكيد ناس كتير لأنه الفيلم فيه 50 شخصية. لارا مطر اسمها. لارا بقى في 50 شخصية بقلب الفيلم، أكيد ناس كتير، فتحية لهم كلهم لأنه كلهم لعبوا لعب رائع. إيمانويل عمل شغل رائع جدا، يعني أنا انبهرت قديش هالصبي بروفيسيونيل، كان يحفظ دوره، كان يجي على الوقت ويفل على الوقت وما يتعب، نحن نتعب هو ما يتعب. كان يحفظ أوقات يعني جمل، هو ما عنده كتير جمل بس كان يحفظ اللي لازم يعمله، لأنه كانوا يقولوا له عنه قبل بيوم أو قبل بيومين، يجي حاضر على السات وما يتعب، فهذا شيء مؤثر كتير. وحسيت أنه إيمانويل جزء من الرسالة يلي بدي يقول الفيلم، جزء أساسي، والله حضينا فيه لأنه كأنه الله عم بيقلنا أنه الفيلم لازم يوصل ويوصل من خلال حدا فعلا هالقد قادر يعطي الدور حقه. سميه ليبا، سميه هلا، هيك بصير عنده كيان، بصير عنده وجود، ولما بصير عنده اسم يعني بصير حدا، ولما الحدا بصير صعب انه يفل. ذكرنا جورج خباز في هذا الفيلم بعض الشيء بأعمال المخرج العالمي وودي آلن، فنراه يعالج قصة من المفروض أن تكون حزينة على طريقة الكوميديا السوداء والفانتازيا. لارا، she's the mother of the angel. يارا، my sister of the angel. 10 and 7. شيء غير شيء، يعني كل واحدة شيء. يعني هيدا الصبي شيء فوق الطبيعة. أنا من زمان كنت أقول ما حدا يصدقني. أنا بقول هيدا مش عطيلة، هيدا سيف الشياطين. مبلشين نحن بتجرد من الإنسان لحتى من خلال هالقصة نطرح عدة جدليات ممكن تقدر تفيدنا بنظرتنا للآخر بمجتمعنا اللبناني يلي هو بأمس الحاجة لمسألة تقبل الآخر. من ناحية أخرى واجه جورج خباز بعض المشاكل على فيسبوك. ركبين صورة أنه عم بحكي أنا وفي قبالي حدا سلفي وعم بحكي أنا وياه، يا مؤمن ويا كافر ومدري شو. هلأ كل واحد بيركب عزو، وأنا بس بدي أقول كمان عبر نشرتكم أنه أنا مش مسؤول عن أي صورة أو عن أي كلام أو عن أي رأي سياسي، لأنه أنا ما كتير كمان حتى ملم بالسياسي، بينبع من غير صفحتي إذا بدك الرسمية. بناتي صار عندن خي، أحلى شاب بكل الحي، جوات عيونه الصغار خبي سرار أخبار كتار، حد الضحكي القريبة تسرح دمعة غريبة، هيدا ابني حبيبي بحبه ما بعرف قدي، صار عندن خي صوب الشمال مكفولي 100%.